هذا سؤال يعتبر خارج الحدود بالنسبة للسياح الفضوليين والأجانب المقيمين في دبي الذين يرغبون في معرفة المزيد عن ثقافة دولة الإمارات وعن شهر رمضان. وتعد دبي مكانا مفتوحا للثقافات والأديان المختلفة كمركز مالي وتجاري وترفيهي في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق يدعو مركز ثقافي حكومي الزوار لمعرفة المزيد عن حياة الإماراتيين. أحب الشغل هني لأن دائما نشوف new people, new experiences وتينا أسئلة حلوة من الناس, مرات أسئلة دينية, أسئلة عن الإمارات, عن تراث الإمارات, عن هذا, فأحب أجاوب على أسئلتهم وأتعلم منهم. مرات يسألوني أسئلة تكون صعبة شوي, أسأل البرزنتر ولا شيء حد يساعدني وأتعلم من عن التراث وعنها معاهم بعد. How we prepare the Arabic coffee. From there, we're going to come back to call the prayer, how we do worship. And of course, if you have any question, open doors, open mind. And that's why we are proud to be working. But to tell you that, please hit the road. Now, all we're going to tell you in front of everybody.